بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، ونرجع لبعض الأسئلة اللي بعتوها بعض الأحباء. وسؤال بيقول: عندي سؤال متعلق بخلاص نفسي وعقيدتنا وإيماننا. أنا سمعت كلام كتير عن موضوع أنت وارث فاعمل ولا اعمل فترث، إذا كنت عارف تقرأ الكلام صح. يعني هل إحنا كده كده داخلين السماء وبنجاهد بس عشان بنحب ربنا وبنرضيه، وده هيحدد المكانة بتاعتنا في السماء؟ وبيقولوا إن غير كده يبقى عدم إيمان بقوة خلاص دم المسيح. هل ده يوافق أرثوذكسيتنا، ولا إحنا بنجري في سبق ومش عارفين في الآخر هنفوز ولا لا؟ سؤال مهم، لأنه فعلا في فرق بين تعليم الكنيسة وتعاليم أخرى. ولما بقول تعليم الكنيسة أنا أقصد تعليم الكتاب كما فهمته الكنيسة في 2000 سنة، لأنه للأسف في ناس لما بتسمع كلمة تعليم الكنيسة بتعتبر الكنيسة جابها والإنجيل جابها، وبالتالي طبعا بتشكك في أن تعليم الكنيسة مستقيم. كل تعليم الكنيسة كتابي وإنجيلي، والإنجيل بيفرض نفسه على الكنيسة، والكنيسة أيضا تتبع الإنجيل وعايشة بروح الإنجيل في كل شيء. فكركم لما أغسطينوس قال: أنا ما أقدرش أفهم الإنجيل بره الكنيسة. الكنيسة هي اللي سلمتنا الإنجيل، هي اللي قالت لنا الأصفار دي هي اللي ربنا ادهلنا، وسلمتنا مع الإنجيل تفسير الإنجيل. تقولوا إزاي سلمتنا كده؟ هقول لكم: الكنيسة بطقسها، بتاريخها، بحياة أبائها، بكتاباتهم، قالت لنا كل حاجة في الإنجيل مقصود بيها إيه، عشان ما نجيش بعد 2000 سنة نفسر براحتنا ونطلع بأفكار بحريتنا ونقول الإنجيل قال. ما هو الإنجيل قال بس ما قالش المعنى اللي أنت قلته، قال نص، والنص أنت ممكن تاخده في اتجاه واحد تاني ياخده في اتجاه، لكن الاتجاه الأصلي بتاعه إيه؟ اللي عاشته الكنيسة وقالته الكنيسة واختبروه الآباء. وعندنا النصوص والحمد لله مخطوطات بلا حدود 400 سنة من ثروة الكنيسة في تفسير الكتاب المقدس، وأيضا من حياة الآباء. يعني مثلا مفهوم زي اللي حضرتك بتناقشه بتاع أنا وارث هعمل أعمال صالحة، ولا أنا بعمل أعمال صالحة عشان أورث، اللي هي دور الأعمال في خلاص الإنسان. ببساطة كده عندنا هنا رأيين، وما نقدرش نجمل الصورة ونقول إن هما رأي واحد، هما رأيين ورأيين عكس بعض، ولا يمكن أن يكون الحق شيء وعكسه، لأن الحق هو حق. يعني إيه؟ يعني لو قلت إن الأعمال ضرورية للخلاص يبقى ما ينفعش أقول الأعمال غير ضرورية للخلاص، ولو قلت الأعمال لا قيمة لها في الخلاص يبقى ما ينفعش أقول الأعمال ليها قيمة في الخلاص. فيبقى خلينا واضحين، لأن برضو في بعض الناس تقول كله صح، ما ينفعش كله صح لأنه مفهوم وعكسه ما يمشيش. الكتاب المقدس ألح إلحاح شديد على الإيمان بداية، عشان نتفق على نقطة مشتركة: فعلا بدون إيمان لا يمكن إرضائه، ومن آمن واعتمد خلص. الاعتماد ده أقدر أسميه عمل ولا لا؟ مش المعمودية عمل؟ ليه ما قالش من آمن خلص بس؟ طب ما هي المعمودية عمل، هو سر من أسرار الكنيسة، بس في عمل بيتعمل. طيب لما المسيح بيقول خلاص احنا مصرين ومتفقين ان الايمان بالمسيح له المجد المخلص بدم المسيح اللي يغفر الخطايا، مفيش من غيره خلاص، ليس باحد غيره الخلاص، وان هو باب السماء، انا هو الباب، وهو طريق الملكوت، انا هو الطريق وهو الحياة، كل ده متفقين عليه. لما يجي المسيح نفسه هو بقى الطريق، يقول ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. إذن التوبة ضرورية للخلاص. واحد هيقول طب ما هو الإيمان، ما اختلفناش، التوبة عمل إيمان. ليه؟
تقول لي لا التوبة ده شعور مش عمل. لا مش صح، لأنه يوحنا المعمدان وهو الذي نادى بالتوبة قال اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، وابتدى يدي الناس اللي واقفين تدريب يعملوها. قال لا تشوا بأحد، اكتفوا بعلائفكم، من له ثوبان فليعطي من ليس له. هو الأعمال دي مش دي توبة؟ والتوبة دي مش ضرورية للخلاص؟ وهل الكلام ده رأيي ولا رأي الكنيسة؟ تعليم الآباء 2000 سنة عايشين عليه. لما يقول النص أكتر من مرة في الكتاب أنه يأتي في ملائكته مع قديسيه، يأتوا في مجده مع ملائكته وقديسيه ليجازي كل واحد حسب عمله، نص صريح وواضح، وكل الكنيسة فهمته 2000 سنة أن الأعمال هي التي تعبر عن إيماننا وبالتالي هتحدد مصيرنا. إذن الأعمال ضرورية جدا، لأنه لو عملنا أعمال شريرة يبقى معناها إحنا سنجازى على العمل الشرير، ولو عملنا أعمال صالحة تتفق مع الإيمان المسيحي نجازى بالحياة الأبدية. أأكد على الفكرة دي في كلام المسيح في يوحنا 5، يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، كل الناس هتقوم يوم القيامة، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. صنعوا دي يعني عملوا، يبقى هنا المحك اللي هيحكم دخولنا السماء سيئات وصالحات. في واحد هيقول طب ما الكلام بينقد نفسه، لا مش بينقد، بيكمل، لأنه احنا هنعمل الصالحات لأننا آمنا بالمسيح، لكن ما تقولش إيمان بدون أعمال، لأن القديس يعقوب ذكرها بشكل صريح وقال إيمان بدون أعمال ميت، وحتى قال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. كل من يدعي أنه مؤمن ولا يعيش حياة صالحة ولا يعمل أعمال تليق بالتوبة أو تليق كمان بالإيمان، يبقى إيمانه باطل ويبقى أعماله تحكم على مصيره الأبدي. ما نقدرش نجمل الصورة ونقلب الموازين، كلام واضح وصريح. لما يقول مثلا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، طب ما هو دي كلها أعمال. طب ده أنا أقول أكتر من كده، لو لم يكن للأعمال أي دور في الخلاص إيه لزوم كل وصايا العهد الجديد؟ إحنا عندنا مئات وآلاف من التوصيات في العهد الجديد وصايا. كلمة وصية معناها إيه؟ حاجة هتتعمل. ما يقول صلوا بلا انقطاع، مش ده عمل؟ واشكروا في كل حين، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، لا تدي، كل دي أعمال. إيه قيمة الوصايا لو الأعمال ملهاش ضرورة؟ طب ما كان الكتاب اختصر كله إلى إيه؟ آمن فقط، مش زعل الكلام ده بالباقي كله. ده ربنا يسوع من حرصه على الأعمال بعد ما ختم الموعظة على الجبل قال عاوز أنبهكم لحاجة مهمة أوي. في واحد ممكن يسمع ويصدق لكن ما يعملش، ده زي الراجل اللي هيبني بيت على الرملة، إنما اللي هيسمع ويعمل ده اللي هيبني على الصخر. يبقى الأعمال هي اللي هتثبت استمرار حياتك الروحية واستحقاقك للسماء. أول ما نقول الجملة دي في ناس تقول يعني دم المسيح ملوش قيمة؟ طب احنا بنقول ايه وكلام ايه؟ وهو احنا من غير دم المسيح لو عملنا كل البر ما كناش هندخل السماء برضو، لكن دم المسيح فتح باب السماء. لكن دخول السماء يحتاج الى حياة صالحة، يحتاج ببساطة الى تبعية للمسيح. ما هو مجمل الاعمال الصالحة معناه ماشي واحد ماشي ورا ربنا، فربنا بيقول لي امشي ورايا، طب ده عمل. امشي ورايا يعني صلي وحب الناس واهرب من الخطية واسهر، كل التوصيات دي عبارة عن تبعية المسيح اللي أمنت بيه. إذن الطريق يبدأ بإيمان ويحتاج لإيمان ويستمر بالإيمان، وفي نفس الخط طول الإيمان في أعمال. في متى 25 ربنا يسوع له المجد وهو بيتكلم عن دخول السماء ما جابش سيرة الإيمان خالص.
هل ده معناه انه الايمان مش مهم؟ طبعا لا. لكن قال ايه؟ هيجي في اليوم الاخير يقول للي على اليمين: تعالوا يا مباركي ابي رسوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم. كلام جميل قوي. دول هيورثوا على اي اساس؟ لاني جعت اطعمتموني، عمل، عطشت سقيتموني، كنت مسجونا، كنت عريانا، كنت مريضا، كنت، ما كل دي اعمال. اذا الاعمال حسمت الموقف وخلت دول مباركي ابي يرثون الملكوت. ايه خطورة الافتراض او الفرضية بتاعت ان احنا ضمننا الملكوت؟ احنا نستخدم تعبير افضل، عندنا رجاء في الملكوت. طبعا عايشين برجاء، والرجاء لا يخسر، وبالرجاء خلصنا. كلنا عايشين بنصلي وبنهرب من الغلط وبنحب الناس وبنقع ونقوم بالتوبة عشان عينينا على السماء، عاوزين نروح السماء، فلينا رجاء. ولا تخف أيها القطيع الصغير، أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت. لكن ما بنحبش كلمة ضماننا. ليه؟ كلمة الضمان توحي نفسيا إلى أنه لا لزوم لأي حاجة تاني. واحد ضمن حاجة، زي، معلش هقول تشبيه يمكن ما يعجبش الكل، طالب بيذاكر وبعدين أقول له مبروك يا سيدي أنت نجحت بتفوق. طب يذاكر ليه؟ يسهر ليه؟ يتعب ليه؟ بدل انا قلت له انت نجحت بتفوق، ما فيش داعي يتعب ولا يسعى ولا يجاهد ولا يعمل اي حاجه. طب هتقول لي يعني ممكن يسقط؟ اه ممكن، طبعا ممكن. ممكن واحد ما يوصلش السماء بعد ما يكون امن؟ طبعا ممكن. ولا انت عاوز تقول ان المسيح اختار يهوذا ويهوذا ما كانش مؤمن؟ هل أخطأ المسيح في اختيار يهوذا؟ يعني عنده آلاف مؤمنين به، لما اختار الاثني عشر اللي هيبقوا قيادات الكنيسة ما كانش عندهم إيمان؟ وإزاي يهوذا ما كانش عنده إيمان وهو عمل معجزات بإيديه؟ مش خرج شياطين زي بقية التلاميذ وكان بينزل القرى ويعمل معجزات؟ إذا يهوذا كان عنده إيمان، لكنه لأنه انحرف، حب الفلوس، خان المسيح، بطل يصلي، كل ده ومجموعة أعمال ضيعته، وهلك يهوذا بعدما كان مؤمنا. يبقى ما نقدرش نقول إن الإيمان يخليني ضامن. الإيمان يضعني في يد الله، والإيمان يضعني في الطريق، لكني الأعمال تعبير الإيمان. ولو الأعمال وقفت يبقى الإيمان وقف، ولو الإيمان وقف يبقى طلعت بره الخط، ويبقى تعبير اللي قاله المسيح ابتدأ ولم يقدر أن يكمل. يبقى في ناس كده أشهرهم يهوذا. واحد زي ديماس اللي قال عنه بولس الرسول: تركني إذ أحب العالم الحاضر. ساب الخدمة خالص وحب الدنيا. لما يقول عن بعض الناس في فيليبي: في ناس كنت بفتكرهم وبفتخر بيهم، دلوقتي ببكي عليهم. طب دول كان بيفتخر بيهم وما كانش عارف ان هم مؤمنين، وبعدين بيبكي عليهم وقد صاروا اعداء صليب المسيح. في ناس ابتدت وما كملتش. الرسالة العبرانيين كلها كتبت من اجل الذين ارتدوا عن الايمان. الرسالة كلها مكتوبة لناس امنوا وبعدين بعض كتير منهم ابتدى يرتد بسبب اضطهاد اليهود ليهم. عشان كده الآية المشهورة بتاعت اما البار فبالايمان يحيى وإن ارتد لا تصر بي نفسي. إذن قد يهلك المؤمن إن ارتد، قد يهلك المؤمن إن لم يتب، قد يهلك المؤمن إن لم يتمسك بالنعمة، قد يهلك المؤمن إن لم يخضع للكتاب المقدس. والكتاب المقدس بيقول في معمودية، في تناول، في توبة مستمرة، في حفظ للوصية. إذن احنا الخضوع للكتاب هو طريق السماء. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. طب ما هو ده ما يحق لإنجيل المسيح، احنا ما بنقولش كلام من بره الإنجيل. أحبائي، عدو الخير ما يحبش العمل الصالح، وعدو الخير فاهم مسار السماء أكتر مننا، لأنه يؤمن ولكنه لا يحب الله. فممكن يعطلنا لما يوسع علينا الباب
ويقول لنا الموضوع مش محتاج جهاد، ومش محتاج توبة، ومش محتاج أعمال صالحة، ومش محتاج محبة، لا، يبقى ده مش تعليم كتابي. يبقى كده الباب بقى واسع والطريق رحب خالص، وده عكس اللي قاله المسيح، قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق للحياة. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وقال فلنخف، يعني الواحد يخاف على نفسه وبيكلم مؤمنين، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني نخاف ليه؟ لما نشوف في التاريخ شاول الملك بدأ مؤمنا وانتهى هالكا، أخاف. لما نعرف أن يهوذا واحد من ال 12 بدأ مؤمنا ورسولا وانتهى هالكا، أخاف. لما الاقي في ناس ابتدت مع ربنا وبعدت عن الطريق، أخاف. والخوف ده غلط، الخوف ده مقدس. ده الكتاب بيقول فلنخف، ده أمر إلهي. إيه رأيكم في كلام المسيح لما بيقول أريكم ممن تخاف؟ هل في وصية خوف ولا لا؟ ما هو الخوف ليه؟ لألا نتهاون، لألا ما نعملش العمل الصالح، لألا نستهتر بحياتنا. فيقول أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. للأسف كل ما نتكلم عن الأعمال الصالحة أو التوبة أو الأسرار على طول يطلع الكلام ودم المسيح فين؟ دم المسيح احنا في كنيستنا مش بس بنؤمن به، احنا بناكله بنشربه. احنا اكتر ناس تعشق دم المسيح. احنا كل يوم على المسبح يقول كأس الذي للعهد الجديد. الكأس بالنسبة لي مش من 2000 سنة بتخيلها، الكأس قصاد عيني كل يوم على المسبح. ودم المسيح هو سر حياتي، هو سر إيماني، هي اللي عشانه بموت من أجل المسيح. إذا كنا ينظر إلينا أننا نقلل من شأن دم المسيح، ده احنا أكتر ناس مشغولين بدم المسيح. ده احنا كل شهوة قلبنا نجيب العالم كله يتوب ويتعمد عشان يلتصق بجسد الرب ودم، عشان يتمتع بمذاق الجسد والدم، مذاق الروح، عشان يتمتع بالغفران المقدم في الأسرار اللي عملها المسيح بإيديه. إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك. بالتالي فكرة أن الواحد يقول أنا ورثت فهعمل ولا هعمل عشان أورث، لا معلش حبيبي، حسب إيماننا اللي استلمناه، حسب تعليم الكتاب اللي عارفينه، إحنا هنعمل عشان نورث. وده مش معناه أن دم المسيح ملوش دور، إحنا بنعمل بعد ما أمننا بالدم، وبنعمل لأنه دم المسيح بيدفعنا لهذا العمل، وبنعمل لأنه ده إثبات الإيمان، ده تعبير الإيمان، ده المحك اللي عليه يتحدد مصيرنا. وكل ده كلام المسيح. لما تيجي بقى قضية طب المراتب اللي في السماء، طبيعي طبعا الأعمال مش واحدة للكل، وما أكثر الأمثال اللي عبرت بقى عن الجزء ده، زي فكرة 30 و60 و100، في 4 أنواع من الأراضي، وفي الأرض الجيدة اللي هي 1 من 4 في 3 درجات. يبقى في 3 أراضي مش داخلين السماء، مش هينجحوا. في أرض واحدة جيدة وداخل الأرض الجيدة في درجات. إذن هنا الإعلان الكتابي يوضح لنا أن نجما يمتاز عن نجم في المجد. ولما يقول يجازي كل واحد حسب عمله، يبقى طبيعي أتصور أنه في ناس أعمالها وحياتها وجهادها أكثر من غيرها. ولما يقول المسيح لا تكنزوا على الأرض، اكنزوا في السماء، يبقى الكنز بتاع واحد غير الكنز بتاع واحد بس في السماء. الرصيد بتاع واحد رصيد غير التاني بس في السماء. لكن تاني مش بنقول أن هذه الأعمال منفصلة عن دم المسيح. احنا مش بنقول أخلاق الناس هتدخل السماء، بنقولش كده. احنا مصرين أن احنا حياتنا تبدأ وتنتهي بالتصاقنا بالمسيح، لكن المسيح اللي فينا وإيماننا الحقيقي يجعلنا نعيش حياة مقدسة ونعمل أعمال صالحة ونلتصق بالمسيح في كل حاجة، في تعاليمه وفي حياته، في تفكيره وفي أعماله، في صفاته وفي خدمته. وبالتالي حياتنا كلها مجموعة أعمال تعبر عما في داخلنا من إيمان.
الفصل الشديد بين الإيمان والأعمال في رأيي بيلخبط الناس، لأنه الناس البسيطة عايشة بإيمان وبتعمل حاجات حلوة ومش محتاجة حد يقول لها اعملوا حاجات حلوة، وعندهم إيمان تلقائي سليم إنه الأعمال هي تعبير الحب وتعبير الإيمان اللي ضروري نعيش فيه عشان ندخل السماء، وإن احنا مش بندفع ثمن السماء بأعمالنا. هذا التفكير غير مطروح أساسا في الموضوع. احنا مش بنقول هندفع، هندفع ايه؟ قد اشترينا بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله، لكن بدون الأعمال برضو ما فيش خلاص. ده القديس يعقوب أكد الحقيقة دي لما قال إيه؟ رحاب مثلا إنسانة زانية، أمنت أنه هذا الشعب يتبع إلها لا يقهر، ربنا له المجد، وأنه لازم هياخدوا البلد. لو توقف إيمانها عند المرحلة دي كانت هلكت. إنما رحاب عملت إيه؟ ده كلمات القديس يعقوب، أضافت الجاسوسين وغمرت وتعبت وعملت عمل من أجل هذا الإيمان اللي دفعه. مثل تاني دهولنا القديس يعقوب، أبونا إبراهيم آمن فحسب له برا، لكن لما ربنا قال له هات إسحاق قدمه لي ذبيحة، كان ممكن يقول له أنا مؤمن بيك يا رب، طب وبعدين؟ بقول لك هات إسحاق قدمه لي ذبيحة. قام خد إسحاق ورفع السكينة وكاد يذبح ابنه. هو ده مش عمل؟ بالأعمال أكمل الإيمان، ده تعبير القديس يعقوب، لأنه كما أن الروح بدون جسد ميت، الجسد بدون روح ميت، كذلك الإيمان بدون أعمال ميت. فأبونا إبراهيم بأعماله أكمل إيمانه، رحاب الزانية بأعمالها أكملت إيمانها، كل القديسين عبر كل العصور بأعمالهم شهدوا لإيمانهم وأكملوا إيمانهم، والإيمان والأعمال دخلوهم السماء. لكن لما نفصل ده عن ده ونأكد بس على الإيمان، كأننا بنشطب على كل حاجة، بنشطب على الكنيسة وبنشطب على المعمودية وبنشطب على الميرون وعلى التناول وعلى التوبة المستمرة وعلى الاعتراف وعلى الخدمة وعلى الأمانة وعلى الصدق وعلى العطاء وعلى كل الحاجات الروحية دي. ما هي دي كلها مجموعة أعمال. لو رجعنا كلام المسيح له المجد هنلاقي أنه الحكاية واضحة، وأنه الأفضل نمشي على ما استلمناه، والخوف المقدس يمشي مع الرجاء، لأن هيجي يتقال إيه؟ إذن ما فيش خلاص بقى لينا، بدل الحكاية أعمال وإحنا مش كويسين يبقى مش هندخل. برضو واحد ياخد الطرف الثاني ويشرخ كده، لا، ما احنا بنراجع تاني ونقول ايه، احنا هندخل بنعمة ربنا، لكن نعمة ربنا تنتظر مننا دور، من له يعطى ويزداد، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. فاذا احنا لا عاوزين نحدف يمين ولا نحدف شمال، احنا عندنا توازن في الفكر الكنسي بتاعنا، عندنا رجاء في رحمة ربنا، وندخل السماء محمولين على نعمة ربنا، عشمانين في رحمة ربنا، بنقول بنعمة ربنا هندخل السماء، بنقول احنا مش خايفين لان ربنا مش هيسمح لنا نهلك، لكن خايفين من نفسنا. يبقى في رجاء وفي خوف مقدس، في رجاء في رحمة ربنا، وفي ايضا خوف من اللي ناس اللي مشيت ما كملتش، خوف من نفسي اللي بتدلع كل شوية، خوف من عدو الخير، بس مش خوف زيادة لانه ربنا دايما معانا، لكن معمول له حساب، اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يقول ملتمسا من يبتلعوا. ده بيكلم مؤمنين على فكرة، هو ممكن يبلع واحد مؤمن، ممكن طبعا. فقاوموه، ما هو ده اعمال. راسخين في الايمان، ما هو ده اعمال. عالمين ان نفس هذه الالام تلقى على اخوتكم الذين في العالم. يبقى احنا هنا لو صحينا وصهرنا وقاومنا ابليس ومسكنا في ربنا، كل دي اعمال تسند ايماننا وتجهزنا لدخول السماء. برضو خلينا نقول حاجة تاني مرتبطة بالحكاية دي، مع تقليل شأن الاعمال في خلاص الانسان ممكن نوصل لايه؟ الصوم ملوش لازمة. لو فكرنا كده هنلاقي بعد شوية يبقى الصوم ملوش لازمة، لان الصوم عمل. في الوقت اللي المسيح قال متى صمتم، طبعا ده كلام عهد جديد،
وفي الوقت اللي المسيح صام والكنيسة بتصوم. لكن بما ان الاعمال لا دور لها في الخلاص، مفيش داعي للصيام، مفيش داعي للجهاد عموما، الجهاد او الاجتهاد ما يبقاش له قيمة ولا له معنى. مثلا لما بولس يقول ايه، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، يبقى كلمة الجهاد دي موجودة او الاجتهاد. طب ما انا ايه قيمتها لو ما كانش للاعمال اي ضرورة؟ الاخطر من كده، ده ممكن الانسان يعسر اللي حواليه ولا يعني الامر. احنا ليه بيقول اسلكوا بالتدقيق؟ ما دي اعمال، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. التدقيق والسلوك بتدقيق هو عبارة عن مجموعة أعمال بدقق في كلامي وفي تصرفاتي وفي شكلي وفي علاقاتي. ليه؟ ليه الأعمال دي كلها؟ عشان دي بتجهزني للسماء، لأن ربنا يجازي على كل واحد حسب ما يكون عمله. لما يقول مثلا المسيح من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، الحق أقول لكم لا يضيع أجره. هنا الأجر مقابل لإيه؟ لكوباية مية. طب يبقى هل كوباية المية وهي عمل بسيط ليها أجر ولا ملهاش مردود عند ربنا؟ ليها أجر، يبقى الأعمال يزيها أجر سماوي واضح. لما يقول في أشعياء ويكررها في الرؤية أنه يأتي في الآخر وأجرته معه ليجازي كل واحد حسب عمله، يبقى بس مش متى ولا كورنثوس اللي قالوا حكاية الجزاء حسب العمل، دي موجودة في أشعياء وموجودة في الرؤية وموجودة بإلحاح شديد. لما بيقول بولس الرسول أنا أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر، الذي يحكم فيا هو الرب ولكني لست بذلك مبررا. تصوروا القديس بولس في عز خدمته بيقول أنا ما أقدرش أعتبر نفسي بار ولا بريء لأن الله لسه ما جاش، أنا لست مبررا لغاية دلوقتي. ده تعبير لبولس في كورنثوس الأولى 4، يقول الذي يحكم فيه هو الرب، إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. يعني اللي هيحكم في الآخر لسه ربنا. لما واحد يحكم على نفسه أنه قد صار برا وأنه قد صار مؤمنا وأنه لا يحتاج للأعمال، طب فين الكتاب اللي بيقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت؟ وبيقول أنا لا أحكم حتى على نفسي ولست بذلك مبررا، ولسه مستني ربنا، ولسه الوقت بتاع ربنا وقت الحكم عليه. ربنا يدينا نعمة إن احنا نعيش تسليم الكنيسة وفكر الآباء كما فهموا الإنجيل وعاشوه، ونكمل في الطريق المستقيم. وإلى لقاءات أخرى، مستنيين أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.